المحاضرة الأخيرة إن شاء الله في الكورس الأول، وبعدين نكمل محاضرتين بالكورس الثاني. The title of this lecture is Meiosis and Sexual Reproduction. Meiosis الانقسام الاختزالي in sexually reproduction organism في الكائنات اللي تتكاثر تكاثر جنسي. Meiosis is the type of nuclear division. إذا هو نوع من الانقسام النووي that reduces يعني يختزل لنا the chromosome number from the diploid to n راح يختزل لعدد الكروموسومات من العدد الثنائي diploid to n n يعني يقصد بها النمبر 2n number to haploid n number يعني الى عدد مفرد من الكروموسومات. The diploid number of 46 is reduced to the haploid number of 23. نحن نعرف أن عدد الكروموسومات بالهيومن هو 46 كروموسوم يعني بشكل 23 زوج. الجاميتس اللي هي الجاميتات نقصد بها reproductive cells الخلايا الجنسية of the sperm اللي تمثل لنا sperm in the male and egg in the female بالأنثى البيوض usually have the haploid number of chromosome دائما تحتوي على عدد مفرد من الكروموسومز. Gamete formation and then fusion of gamete to form a cell called zygote طبعا تحتوي على عدد مفرد من الكروموسومات لان من تندمج مع بعضها تكون لي الزايغوت راح يرجع لي عدد كامل من الكروموسومات وبالتالي تنقسم ينقسم الزايغوت بعمليه الميتوسيس ويكون لي ذا هول بادي الجسم باكمله ولهذا راح تكون الخلايا كلها تحتوي على عدد كامل من الكروموسومات. اذا نقول جميت فورميشن اند ذن فيوجن تلتحم مع بعضها لتكون لي اللي to form a cell called a zygote are integral parts of sexual reproduction اللي هي جزء من التكاثر الجنسي. A zygote always has the full or diploid to n number of chromosome. إذن راح يحتوي الزايغوت دائما على عدد كامل أو عدد زوجي من الكروموسومات and undergoes development ويعاني ويحدث به تطور to become adult organism حتى يكون لي الكائن بأكمله. The reduction in chromosome number is accomplished by two rounds of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2. إذا هذا الاختزال في عدد الكروموسومات يحدث أو ينجز من خلال يعني نقصد بها دورتين من الانقسام النواة والسيل ديفيجن نسميها ميوسيس 1 and ميوسيس 2 يعني الانقسام الخيطي العفو الاختزالي الأول والاختزالي الثاني. طبعا قبل ما تبدي الخلية بالانقسام راح تدخل لنا مرحلة الانترفيس والانترفيس بنقول انترفيس ما راح نعيد كل التفاصيل اللي تكلمنا عنها بالسيل سايكل اللي تتكون من الجي 1 والاس والجي 2 شلون انه يصير ريبليكيشن للدي ان اي ويتضاعف ويتكون من 2 كروماتيد. اذا هاي كلها حكينا عنها بالسيل سايكل. فهنا نقول الانترفيس The chromosomes separate into two chromatids. إذا راح يصير ريبليكيشن في مرحلة الاس من الانترفيس وبهذه الحالة الكروموسومات راح تتكون من كل كروموسوم من two chromatid and not visible under light microscope. لكن إذا نحاول نفحص هاي المرحلة الانترفيس داخل الميكروسكوب ما راح نشوف التو كروماتيد فقط راح نشوف انه الكروموسومات بشكل حتى اذا تكون بشكل كروماتين يعني خيوط دقيقه بعد. مايوسيس 1 نجي نبدي بالمايوسيس 1 طبعا اول ما نبدي بالمايوسيس راح نبدي بالبروفيس. البروفيس بحد ذاته راح ديفايدد انتو 5 ستيجز اذا راح نقسمها الى 5 اطوار. الطور الاول نسميه ليبتوتين ستيج الطور القلادي او الطور الشريطي. كروموسومز بيكم كروموسوم ستارت تو كوندنس هنا الطور الشريطي تبدي
مثل ما بالحالة اللي هي بالمايتوسيس شلون بالبروفيس يصير تكثف بالكروموسومات. إذا أول ستيج من المايوسيس وين اللي هو الليبتوتين ستيج، الكروموسومات راح تبدي تتكثف وتتثخن كوندينس اند ثيكن. إذا راح تتكثف الكروموسومات ويصير بيها سمك becoming visible as the secret structure، راح تظهر بشكل تراكيب منفصلة كأنما خيوط سميكة داخل النواة. Although the chromosome have duplicated، بالرغم من أنه الكروموسوم صار بها duplicated في المرحلة اللي قبلها، the sister chromatids of each chromosome are not visible in the microscope. أيضا ما راح تظهر لنا السيستر كروماتيد كتراكيب منفصلة وواضحة، فقط أنه كروموسوم بحد ذاته راح يظهر واضح، ولكن كل الكروماتيدات الاثنين اللي داخل الكروموسوم الواحد ما تبين. The two chromatids are joined together at the centromere. إذا نحن نعرف عادة الكروماتيدات ما راح تكون يعني غير متصلة، وإنما متصلة من خلال نسميه كأنما مثل ما قلت لكم اللاصق اللي يلصق التو كروماتيد نسميها سنترومير أو سميناها كاينيتوكور. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة نسميها الزايغوتين ستيج. الزايغوتين مرحلة مهمة جدا بالمايوسيز اللي هي نسميها مرحلة التشابك. مرحلة التشابك the pairing of homologous، طبعا الطلاب بس الهومولوجاس هنا OUS ناقصة، the pairing of homologous chromosomes. نحن نعرف أنه إذا نجي على الميتوسيس، الميتوسيس قلنا 46 كروموسوم، كل كروموسوم يتكون من 2 كروماتيد. الكروموسومات من تصطف على الخط الاستوائي مال الخلية راح ينفصل عدد هنا 46 على جهة اليمين و 46 على جهة اليسار. لكن بالنسبة للمايوسيز نحن مو قلنا متكون من 23 زوج، إذا هاي الأزواج نسميها المتشابهة بالكاركترز مالتها بالطول بالحجم بالمكونات مالتها الكروموسومات أسميها هومولوجس كروموسوم، يعني كروموسومات متناظرة، كل زوج من الكروموسوم يجون مع بعض ويرتبطون في منطقة نسميها سينابسز تشابك. نقول أنه the pairing of homologous chromosomes synapses begins to form pairs of chromosomes bivalent. إذا راح نحن نعرف أنه الزوج يعني كروموسومز، كل كروموسوم متكون من 2 كروماتيد، إذا أنا راح تكون لي مجموعة تتكون من 4 كروماتيدات أسميها بايفالنت أو نسميها الرباعيات، هذه اللي تتشابك مع بعضها. The homologous chromosome are held together by as، شوفوا المصطلح راح ينعاد عليكم في مرحلة الـ DNA replication. نقول the homologous are held together by a zipper-like proteins، بروتينات تشبه السحاب. إذا تتخيلون السحاب شلون من تسدون السحاب وتفتحوه تتداخل التراكيب مع بعضها، هذه بالضبط وتشابك الجهتين من السحاب تشابك مع بعضها، نفس الحالة نسميها ترتبط hold together by a zipper-like protein. هذا التركيب مثل السحاب اللي قلت لكم عليه هسه بعدين نشوفه بالصوره نسميها سينابتونيمال كومبلكس، معقد التشابك، معقد التشابك. هذا ليش؟ حتى دائما الرباعيات تكون مرتبطه مع بعضها البعض. forms along the length of the paired chromosomes، هذا راح يكون بالضبط الزوج من الكروموسومات الموجوده على الطول من الراس للراس من البدايه الى النهايه. هذا فائدته this complex keeps this complex keeps the homologous chromosome closely associated and aligned with one another. إذا راح يجعل هذه الكروموسومات المتناظرة دائما مصطفة واحدة مع الأخرى مرتبطة مع بعضها through the packeting stage، في المرحلة اللي تليها في مرحلة الباكيتين ستيج واللي تستمر لعدة أيام which is persist for several days. إذا أنا عندي
خلي ارجع اعيده بصوره سريعه، نقول انه انا عندي هومولوجس كروموسومز، هاي الهومولوجس كروموسوم اقصد بها متناظره، يعني زوج من الكروموسوم متناظر بالتركيب، متناظر بالجينات الموجوده بها، متناظر بالطول بالاحجام، هاي بعدين تاخذوها بالجينيتيك شلون تشوفون انه كل زوج يكون متناظر مع بعض. هذه كل كروموسوم من هذا الزوج ب 2 كروماتيد، اذا المجموع ايش قد راح يكون؟ راح يكون 4 كروماتيدات اسميها باي فالنت. راح يجي سينابتونيمال كومبلكس اللي هو زبر لايك بروتين، يبدي من بدايه الكروموسومات الهومولوجس كروموسومات الى النهايه، هذا حتى يربط لي هولد ذا هومولوجس كروموسوم توجذر، راح يربط لي الكروموسومات المتناظره مع بعضها. وننتقل الى مرحله الباكيتين ستيج اللي نسميها طور التثخن واللي يستمر لعده ايام. نقول الباكيتين ستيج هنا راح يكون التشابك بعد اكثر من خلال انه which is persist مثل ما قلنا for several days، راح يكون هناك full synapses يعني تشابك بعد اقوى من السينابتونيمال كومبلكس linked at the sites of crossing over، هذا نسميها منطقة التصالب. التصالب يعني ترتبط بعد ارتباط أكثر، يعني هسه أنا عندي الهومولوجس كروموسوم أول مرة بسينابتونيمال كومبلكس، هذا على طول الكروموسومات، بعد أكو هناك مناطق نسميها فول سينابسيس، ترابط تام أو قوي جدا نسميها العبور أو التصالب أو نسميها الجايازماتا، جايازماتا أو كروسينج أوفر. أيضا تجينا عندنا عقد تربط أيضا هاي الكروموسومات مع بعضها نسميها ريكومبينيشن نوديولز، عقيدات إعادة الالتفافات بين الكروموسومات، بس نشوف أشرح لكم إياها بهذا الصورة اللي للأسفل، appear along the synaptonemal complex. إذا أجي أنا أعرف الجايازماتا أو أعرف الجايازماتا أو أعرف الكروسينج أوفر اللي هو منطقة التصالب أو العبور، إيش اللي هي؟ تعريف نقول is an exchange تبادل of genetic material المادة الوراثية between non-sister chromatids. إذا أنا عندي homologous chromosomes كل واحد عنده سيستر كروماتيد، لكن ما بين النون سيستر كروماتيد راح يصير بيها الكروسينج اوفر. اذا اقول ان اكسشينج اوف جينيتيك ماتيريال بتوين نون سيستر كروماتيدز اوف باي فالنت ديورينج مايوسيس اولسو ات از اواي، اذا هي الطريقه تو انكريز جينيتيك فاريشن ان ذا جاميتس، اذا هي طريقه لتبادل الاختلافات الوراثية بين الجميتات. ليش تطلع الأجنة بها صفات مختلفة واحد عن الثاني؟ هاي نتيجة حدوث الكروسينج أوفر، جد ما أصير أعدادة كبيرة جد ما يكون التغيير أكثر. لو نجي هنا الصورة نلاحظ أنه هاي الصورة، شوفوا طلاب أنا عندي هسة من جهة اليسار أنا عندي لونين، اللون الأزرق واللون البنفسجي، هذا 2 كروماتيد بس اثنين ما اعتبرهم كروموسومز. انا عندي الاسفل اللي هو اللون الاحمر اللي هو الريد واللون الوردي البينك، نلاحظ انه هذا ايضا كروموسومز، اذا هذول اثنين بنسميها هومولوجس كروموسومز، بيناتهم سينابتونيمال كومبلكس. لو اجي على هاي الجهه هنا الاوضح انه هاي عندي هذا هومولوجس كروموسوم الاثنين، تشوفون مخطوط اللون الازرق مع اللون الازرق مع اللون البنفسجي، هنا اللونين مختلطين اللون الاحمر مع الوردي، اذا هذا انا عندي كروموسوم consist of 2 كروماتيد، هذا عندي كروموسومز consist of 2 كروماتيد، اذا هذا مع هذا اسميها هومولوجس كروموسوم. بيناتهم موجود سينابتونيمال كومبلكس، هاي اللون الخضراء اللي هي بشكل يعني المثلثات هذه سميها سينابتونيمال كومبلكس. الريكومبينيشن نوديولز هذه نقصد بيها، فهنا من تكون طبعا قريبه من بعضها تبين بشكل خط.
تلاحظون هنا في مرحلة الزيجوتين، بدأت تكوين مرحلة السينابتونيمال كومبلكس واستمرت إلى الباكيتين ستيج اللي هي في مرحلة التشابك. بعدين المراحل الأخرى راح تنفصل هذه عن بعضها حتى تتحرر بعد ما صار عملية انتقال الصفات الوراثية من نون سيستر كروماتيد. هنا الكروسنج اوفر بهاي الشغله، لا او هاي الصوره، لاحظ الطلاب هنا عندي اني هذا هومولوجس كروموسوم، اللون الوردي هذا هومولوجس كروموسوم، الازرق هومولوجس، اذا الاثنين مرحبتهم هومولوجس كروموسومز. اذا الازرق هذا كل واحد عنده كروماتيد اثنين، الاحمر ايضا عنده كروماتيد اثنين، الأزرق مع الأزرق أعتبره سيستر كروماتيد، الأحمر مع الأحمر سيستر كروماتيد، لكن من يصير الكروسنج أوفر يحدث بتوين نون سيستر كروماتيد. شوفوا شلون الالتفافات صارت بين نون سيستر كروماتيد، هاي سميها الجايزمتا، واضح هاي الجايزمتا. إذا أيضا هاي الصورة شوف بعد ما انفصلت الكروموسومات عن بعضها، شوفوا كل نون سيستر كروماتيد اخذ جزء من النون سيستر كروماتيد الاخر، فتشوفون هنا اخذ اللون الازرق، هنا اخذ اللون الوردي بعد ما انتقلت الصفات الوراثيه بتوين نون سيستر كروماتيد. ونلاحظ هاي نسميها هاي منطقه التصالب الكروسنج اوفر نسميها الجايزمتا او كروسنج اوفر. هنا ايضا تشوفون صوره اللغة ان هومولوجس كروموسومز الايند، هذه مصطفه الكروموسومات المتناظره. هنا ايش صار؟ كروس اوفر، كروس اوفر صار بيناتهم الكومبيننت كروماتيدز. هنا راح نشوف انه الكروماتيدات بعد ما تنفصل نلاحظ انه تاخذ كل وحده جزء من الثاني بين نون سيستر، هاي نون هنا مرتبطه، هذولا نلاحظ انه ما صار النهايات مالتها انتقلت الصفات الوراثيه بيناتهم، فتلاحظون تغير لكن هذه النهايات ما صار بها نن ريكومبيننت كروموسومز، بينما هاي صار بها ريكومبيننت كروماتيدز، واضح؟ عندنا نجي ايضا صوره اخرى توضح لنا، شوف ولو هاي بعض الصور السابقة للشرح بس راح اشرح لكم اياها بعدين. البروميتافيس تلاحظون انه هذه الكروموسومات هير توجذر مرتبطة مع بعضها، هنا صار هومولوجس بير اوف كروموسومز ار بولد بار، تشوفون بعد ما انتقلت الاجزاء او الجينيتيك انفورميشن بتوين نون سيستر كروماتيد وانفصلت عن بعضها، راح تكون كل وحدة تحمل لنا جزء من النون سيستر كروماتيد الاخر، وبعدين هذا واحد كروموسوم، هذا يسمى كروموسوم واحد لكن يحتوي على تو كروماتيد، هاي في المرحلة اللي هي مايوسيس 2. ونلاحظ هنا الكروماتيدات تنفصل عن بعضها، فبهذه الحالة راح تكون لي أربع خلايا، كل خلية يحتوي على نصف عدد من الكروموسوم، أيضا راح نرجع نعيدها في مرحلة الشرح. نجي على مرحلة اللي هي diploidine stage نسميها مرحلة التضاعف. نلاحظ أنه during the diploidine stage نحن قلنا أنه synaptonemal complex أول شيء يظهر ويربط لي الهومولوجس كروموسوم بيناته، فإذا أول ما يضمحل يضمحل synaptonemal complex. During the diploidine stage synaptonemal complex breakdown، اذا بعد ما عدت الترابط ما بيناتها وانتقلت الصفات الوراثية راح تضمحل synaptonemal complex allowing synapsed chromosome to separate but remain associated at the gizmet، لكن راح تترك لي الكروموسومات اللي هي متشابكة ولكن لا زالت موجودة مرتبطة بالكروسنج اوفر او الجايزمتا. وايش فائدة الجايزمتا؟ which is critical for their correct alignment at metaphase، اذا هي لها دور مهم في الاصطفاف الصحيح لهذه المجاميع في مرحلة الميتافيس. اذا اني اقول ان السينابتونيمال كومبلكس بمرحلة الديبلوتين ستيج breaks down انتهت،
لكن تبقى الكروموسومات مرتبطة في مناطق العبور أو مناطق التصالب أو مناطق نسميها الجايازمتا. وفائدته أنه حتى الكروموسومات المتناظرة وين ما يروح كروموسوم الثاني يكون مرتبط معه ومستمر بالارتباط. نقول each chromosome pair bivalent consist of four chromatids. إذا هذه الكروموسومات لا زالت مرتبطة بالجايزمتة ولا زالت أصلا هي متكونة من four chromatid which is clearly evident جايزمتة واللي واضحة في منطقة الجايزمتة. هنا بهالمرحلة شو يصير بعد ما انتقلت الصفات الوراثية من عبر مناطق التصالب أو الجايزمتة؟ راح يقل الخطوة الثانية تقل عدد التصالبات، نقول the number of جايزمتة is reduced، تختزل أو تقل gradually تدريجيا as the chromosome continue their separation، باستمرار انفصال الكروموسومات راح تقل الجايزمتة. لكن الاكثر شيء واللي نلاحظ به اكثر اختزال بالجايزمتة في مرحله اخرى نسميها الدايكينيسيس ستيج، الطور الحركي. نلاحظ انه كروموسوم بيكم فولي كوندنسد، اذا هنا ده يبدي يصير نهايه البروفيس. اذا نحن نعرف في مرحله البروفيس يصير تكثف للكروموسومات، وبما انه الدايكينيسيس الستيج هو المرحله او اللحظات الاخيره لاستكمال البروفيس، اذا راح يصير الكروموسوم بيكم فولي كوندنسد، يعني مكثف بصوره كامله او بصوره شديده. انكريز ان ثيكنس، اذا راح يزداد بالسمك. The gaismata moved toward the end of chromosomes. إذا راح يقل عدد أو تتحرك للجايزمتا to the end of chromosome. يعني أشبهها طلاب مثل ما قلت لكم، أنا عندي ضفيرة من خيطين ملتفة على بعضها. هذه الالتفافات راح أعتبرها الجايزمتا. من أجي أني ألزم الضفيرة من الوسط وأبدي أسحب أسحب، أشوف عدد الالتفافات تقل إلى أن ينفتح الخيطين عن بعضهم. إذا نقول the number of this gaismata decreases. The nuclear membrane nucleolus disappear. إذا نحن هنا وصلنا إلى النهاية من مرحلة البروفيس، نحن نعرف نهاية البروفيس راح يضمحل الغشاء النووي، راح تضمحل النوية. إذا the nuclear membrane and the nucleolus disappear. Spindle become to form. طبعا راح يبدي spindle لأن نحتاج إلى أن تصطف الكروموسومات وتنفصل وتنتهي تنقسم الخلية. إذا راح نلاحظ أنه spindle become to form bivalent paired chromosome separate in the nuclear space. راح أشوف داخل النيوكليير سبيس، داخل الفضاء النووي، يعني داخل النواة، نلاحظ أنه البايفالنت اللي هي تتحرك مع بعضها البعض. إذا بالميتافيس، شوفوا الميتافيس هنا إيش راح يحدث. During metaphase 1 the bivalent held together by gasmata. لا زالت هنا موجود قسم من الجايزمتا، نلاحظ move toward the metaphase plate. إذا راح تصل إلى مرحلة وين تصل؟ إلى الإكواتر of the spindle، إلى الخط الوسطي للخلية. إذا خط الوسطي للخلية. Metaphase is characterized by a fully formed spindle and alignment of the bivalent of the metaphase plate. إذا راح نشوف الأربعة اللي هي البايفالنت كلها راح تترتب على الصفيحة الاستوائية، على الصفيحة الاستوائية، وتاخذ الاستقامة على الخط الوسطي للخلية. Bivalent of tetrads يعني رباعيات. Four chromatid align إذا مصطفى على الميتافيس بليت أو الإكواتر of the cell، الخط الاستوائي للخلية. And spindle fibers attached to kinetochore. إذا هنا راح يكون الارتباط
بين السبندل فايبرز والسنترومير او كينيتو كور، نفس الاسم، سواء سنترومير نقول او كينيتو كور نفس الاسم. in this stage نلاحظ the nuclear envelope has been fully disintegrated. في هذه المرحله الميتافيس 1 انه النيوكليير انفلوب قد اختفى بصوره كامله. عندنا مرحلة الأنافيس، أنافيس 1، نلاحظ أنه is initial by disruption. بالأنافيس آخر crossing over موجودة واللي تربط التترادز أو البايفالنت مع الكروموسومات هي في مرحلة الأنافيس is initial by disruption of gamete matter at which homologous chromosomes are joined. إذا راح تنفصل الجايز متى بصورة نهائية عن بعضها في مرحلة الأنافيس 1، وبعدين بما أنه انفصلت تحررت الهومولوجس كروموسوم، صارت تتحرك بحرية عن بعضها، يعني ما صارت، يعني فقدت هذا الترابط أو هذا التقيد مع الهومولوجس الآخر. لاحظ أنه الهومولوجس كروموسوم then separate، بما أنه أنا فيس مرحلة الانفصالي separate، راح تنفصل move to the opposite pole، راح تتحرك إلى الأقطاب المتعاكسة. While sister، انتبهوا نقطة هنا، while sister chromatids remain associated at their centromere، ولكن لا زالت الكروماتيدات الشقيقة متصلة مع بعضها، واضح؟ إذا أنا هنا راح انفصل زوج من الكروموسومات، كل زوج واحد راح يمين واحد راح يسار، لكن كل كروموسوم صار عنده جد من الكروماتيدات، كروماتيدين اثنين. إذا معناته من يتحرك الكروموسوم إلى الأقطاب يتحرك بشكل 2 كروماتيد. كن صار بي changes بجينيتيك انفورميشن من خلال عملية اللي هي الكروسنج اوفر. مرحلة التيلوفيس 1، نلاحظ بالتيلوفيس 1 the first mitotic division effectively end. ايضا العملية الانقسام انتهت فعالياتها في مرحلة التيلوفيس عندما الكروموسومز arrive at the pole. اذا من وصلت الكروموسومات اللي هي متكونة كل كروموسوم من 2 كروماتيد يصلون الى الاقطاب، معناته هنا انتهت عملية السيل ديفيجن اللي هي نقول الكاريوكينيسيس او الانقسام النواة. هنا راح يبدي بعدين مرحلة اخرى من الانقسام. Each daughter cell now have the number of chromosomes. طلاب نلاحظ انه هاي النقطة تنتبهوا لها، اللي احنا قلنا انه الكروموسومات الهومولوجس كروموسوم راح كل كروموسوم على جهة، كل كروموسوم يحتاج متكون من 2 كروماتيد، لكن ككروموسوم اقول انه صار باليمين 23 كروموسوم، صار باليسار 23 كروموسوم. اذا خلينا نقول نصف العدد مال الكروموسومات. هاي المرحلة الأولى. Each daughter cell now has half the number of chromosome. But each chromosome, ولكن كل chromosome consists of a pair of chromatid. ولكن كل chromosome يحتوي على زوج من الكروماتيدات. The microtubules that make up the spindle network disappear. إذا بما أن الكروماتيدات من وصلت إلى الـ opposite pole إلى الأقطاب المتعاكسة، نلاحظ أنه تختفي أو تنتهي وظيفة الـ spindle fiber فتختفي الميكروتوبلز. And a new nuclear membrane surrounded each haploid set. إذا راح هنا نهاية التليفيس معاكسة للبروفيس راح يتكون لي النيوكليير ممبرين surrounded each haploid cell. The chromosomes
and boil back into chromatin، يرجع يفك التكثف مالتها، ما يكون بشكل يعني بشكل السبرينج اللي هو مكثف، وانما بشكل الخيطي نسميه الكروماتين. هنا انتهت عملية النيوكلير ديفيجن، انقسام فقط النواة، لكن نحتاج إلى أو راح تتكمل عملية السيل ديفيجن أو المايوسيس 2 من خلال نسميها سايتوكينيسيس اللي هو انقسام السيتوبلازم. تتذكرون بالمايتوسيس من حكينا وقلنا يتكون كونتراكتر رينج من الاكتين فيلامنت، وبعدين pinching the cell membrane into two cell، وبعدين ايضا تكلمنا عن الكليفج فرو اللي هو قلت اني مثل ما انا عندي قطعه العجين اعمل تخصر واقرصها من الوسط واستمر بهذا الضغط عليها، راح اشوف انه تنقطع قطعه العجين الى قطعتين. هاي نفس الحاله بالنسبه للخليه الحيوانيه، لكن الخليه النباتيه تختلف، لان يعني هي صلبه فيتكون نسميها سيل وول او جدار الخليه. The pinching of the cell membrane in animal cells or the formation of the cell wall in plant cell. إذا نشوف أنه the pinching of the cell membrane in animal cells راح يتكون، لكن بالنسبة للplant cell راح يتكون a cell wall. Completing the creation of the middle plate between two daughter cells. راح تتكون صفيحة استوائية بين الخلايا البنوية. Sister chromatid remain attached during telophase، ولكن الكروماتيدات الشقيقة متصلة مع بعضها during telophase 1. عفوا طلب لحظة. نقول after cytokinesis each daughter cell has therefore acquired one member of each homologous pair. إذا بعد عملية cytokinesis each daughter cells has therefore acquired، كل خلية راح تستلم عدد من الكروموسومات، عدد مفرد من الهومولوجس بير. هومولوجس يعني مفرد من الزوج مال الكروموسوم، ولكن consisting of two sister chromatid، يحتوي على كروماتيدات شقيقة اثنين في كل كروموسوم. عندنا حد فاصل ما بين الميوسيس 1 والميوسيس 2، راح ايضا تدخل لنا الخلية في مرحلة من راح تدخل الى الميوسيس 2 راح تحتاج الى انه تدخل ايضا تهيئ نفسها للانقسام، تدخل في مرحلة نسميها انتركينيسيس. انتركينيسيس كأنما هي نسميها انترفيس. نقول following telophase the cell enter interkinesis، راح تدخل لنا الخلية في مرحلة الانتركينيسيس. نفس الأحداث اللي تحدث، ولكن باستثناء واحد ما راح يحدث duplication للدي ان اي. The process of interkinesis is small is similar to interface between mitotic division. إذا نفس العمليات نفس التحضيرات مال الجي 1 والاس والجي 2 مال الميتوتيك division، ولكن except the chromosome are already duplicated. ما راح يحدث duplicated للكروموسومات. ليش؟ لأن أساسا هي قبل ما تدخل إلى الميوسيس 1 دخلت في مرحلة الانترفيس وصار بها دبليكيشن للكروموسومات، فما تحتاج أنه، وبعدين هي بالنهاية راح تكون لي نصف العدد من الكروموسومات، فما راح تدخل إلى مرحلة الدبليكيتد كروموسومز. Meiosis 2 initiates immediately، راح يبدي مباشرة after cytokinesis. هذه ما اكو حد فاصل وتنتظر الخلية، يعني مراحل متسلسلة. Usually before the chromosome have fully decondensed، بعد ما تكون الكروموسومات اتكثفت في مرحلة الانترفيس راح نلاحظ تبدي عملية الميوسيس 2. In contrast to meiosis 1، إذا قارنها مع الميوسيس 1، ميوسيس 2 ريسمبل، بالضبط يشبه بصورة كاملة النورمال ميتوسيس without crossing over، نفسها الميتوسيس ما عدا ما يحدث به crossing over. نجي لبروفيس 2.
we see راح نشوف انه disappearance of nucleoli. Nucleoli النوية تختفي and the nuclear envelope ايضا يختفي again as well as the shortening. راح يصير قصر. ليش قصر بالكروموسومات؟ ليش؟ لان هي تبدي تتكثف condensed فتصير قصيرة بشكل coiling يعني spring and thickening of the chromatid. Centrosome move to the polar region. إذا هنا في مرحلة البروفيس راح يتحرك الجسم المركزي إلى أقطاب الخلية and arrange وتترتب spindle fiber for the second meiotic division. إذا راح تترتب خيوط المغزل أو المغزل الانقسامي حتى يتهيأ للانقسام اللي نسميها الميوتيك ديفيجن 2 يعني الانقسام الاختزالي الثاني. نلاحظ بالميتافيس 2 the chromosome align at the metaphase plate. راح تترتب الكروموسومات على الصفيحة الاستوائية. إذا هنا لما الكروموسومات ترتبت كل وحدة تحتوي على two sister chromatid. Two sister chromatid صحيح؟ وكل sister chromatid كان أخذ جزء من non sister chromatid مال الهومولوجس كروموسومز واللي هي صار بالخلية الثانية صح؟ إذا sister chromatid attached to the spindle fibers. أعيد نقول بالميتافيس 2 نلاحظ الكروموسومات راح تصطف على الصفيحة الاستوائية للخلية واللي كل كروموسوم يحتوي على two sister chromatid attached to the spindle fibers. وهذا الكروماتيد كان صار به سابقا crossing over كان تغير التركيب مالته كان اخذ جزء من النون سيستر كروماتيد مال الهومولوجس كروموسوم اللي موجود بالخلية الاخرى. نلاحظ انه الميتافيس الانافيس سنتروميرز ديفايدد. هنا راح يكون السنتروميرز ديفايدد راح الرابط اللي يربط بين تو كروماتيد قلنا اما سنترومير او كينيتوكور. اذا سنترومير هذا ديفايدد ينقسم كانما قلت لكم لاصق يلصق تو كروماتيد مع بعض. فهذا من يتحلل او ينقسم السيستر كروماتيد راح تكون حره السيستر كروماتيد موف تو اوبوزيت بولز تتحرك الى الاقطاب المتعاكسه وحده تروح الى اليمين والثانيه الى اليسار. بالانافيس قلنا بالتيلوفيس which is similar to telophase 1 اذا هنا ماكو اختلاف نفس العمليات تصير and is marked by the decondensation اذا تكثف فك التكثف مال الكروموسومات and lengthening of the chromosomes واستطالة في الكروموسومات and the disassembly of the spindle إذا واختفاء أو تحلل للمغزل لأن انتهت وظيفته. هنا راح يرجع النيوكليار انفيلوبس نقول النيوكليار انفيلوبس لأن هنا خليتين تنقسم reform and cleavage اللي هو نفسه الكليفج فورو اللي هو الكونتراكتر رينج اللي قلت لكم شكل حزام يحزم لي الخلية ويستمر هذا الحزام ينسحب ينسحب للداخل until the cell pinching into two cells إلى أن تنقسم الخلية إلى خليتين and cleavage or cell plate formation. هاي بالنسبة للخلية النباتية eventually produces a total of four daughter cells. بالنهاية راح تكون لي أربع خلايا daughter cells. تتذكرون meiosis 2 الوان كونت لي خليتين وهاي الخليتين كل وحدة انقسمت إلى خليتين فصار المجموع إيش قد؟ المجموع راح يكون أربع خلايا. إذا كل خلية تحتوي على half number of chromosomes أو نسميها haploid set of chromosomes. إذا نقول eventually produces a total of four daughter cells أربع خلايا بنوية
each with a haploid daughter cells. Meiosis is now complete. انتهت عملية الميوسيس complete and end up وانتهت بتكوين 4 new daughter cells، وانتهت بتكوين 4 خلايا بنوية كل واحدة تحتوي على half number of chromosomes. كنا cytokinesis the cytoplasm divides forming 4 new cells with half of the chromosome number تحتوي على نصف العدد من الكروموسومز. طلاب هاي عندكم تو تيبلز يعني جدولين، هاي انتم تقروها للاطلاع لان بالشرح راح تاخذ وقت. اللي يهمنا بالموضوع هاي للاطلاع، اللي يهمنا بالموضوع بصوره عامه الفرق ما بين الميتوسيس والميوسيس. هيجي نقول ديفيجنز، ديفيجنز تحتاج كم انقسام يحدث من الميتوسيس؟ يحدث انقسام واحد، لكن بالميوسيس راح يحدث انقسامين. Independent assortment، إذا ما هي الأشياء الواضحة بها؟ نلاحظ هنا ماكو شيء واضح، هنا موجود الميتافيس 1 اللي هو الرباعيات شلون تترتب داخل الصفيحة الاستوائية وعلى الصفيحة الاستوائية. التشابك نلاحظ أنه السينابسز التشابك ما موجود بالميتوسيس لكن موجود بشكل بايفالنت، موجود بالنسبة للميوسيس. الكروسينج أوفر أيضا ما موجود بالميتوسيس، موجود يس موجود بالبروفيس 1. عندنا الاوتكم الناتج مال الخلايا بالميتوسيس راح تتكون لي 2 سيلز ونقول 2 ايدنتيكال سيلز، 2 ايدنتيكال سيلز خلايا متطابقه، واحده متطابقه مع الثانيه بالجينيتك انفورميشن بالصفات بالماده الوراثيه. هنا ايش راح تتكون؟ 4 سيلز. بلويدي، بلويدي نقصد عدد الكروموسومات. بالنسبة للميتوسيس كل الخلية تنتج سواء تبدي البارنتال سيلز أو الدوتر سيلز يعني خلايا الأصل أو الخلايا البنوية نسميها ديبلويد عدد زوجي من الكروموسومات، ولكن نلاحظ بالنسبة للميوسيس هابلويد نسميها عدد مفرد من الكروموسومات، تدخل ديبلويد لكن تخرج الخلايا بالنهاية هابلويد. اليوز وين تحدث هذه الخلايا الميتوسيس؟ يحدث في كل خلايا الجسم ما عدا الخلايا الجنسية نسميها سوماتيك، سوماتيك سيلز يعني خلايا جسمية مثل الليفر، الكدني، البنكرياس، any type of cells except the sexual cells ما عدا الخلايا الجنسية. هنا بالsex cells اللي هي الخلايا الجنسية نسميها الجاميتس اللي هو الايج والسبيرم. اذا هنا نلاحظ انه في كل خلايا الجسم الميتوسيس يحدث، بينما الميوسيس يحدث بالخلايا الجنسيه اللي هي الجاميتات نقصد بها الايج والسبيرم. الجينيتكس من الناحيه الوراثيه ايدنتيكال سيلز، بالنسبه للميتوسيس راح تكون لي خلايا ايدنتيكال سيلز، ايدنتيكال سيلز من العدد نفسه من الكروموسومات والمادة الوراثية. هنا يصير variation بالنسبة للميوسيس يحدث variation نتيجة حدوث الكروسنج اوفر او الجايازما. الى هنا انتهت محاضرتنا، بس قبل ما انهي المحاضرة راح احكي لكم عن الامتحان وتقسيم الدرجات. نلاحظ انه خلي اشوف هذه اي ان تقسيم الدرجات طلاب. بالنسبه نحن نعرف بالبيولوجي يتكون من 3 بارتس اللي هو نقصد به السيل بيولوجي اللي اخذناه نحن، انا اعطيتكم محاضرات والدكتور علي وست انعام. الجينيتكس راح تنطيه دكتوره كوكب الكورس الثاني ان شاء الله بعد ما اكمل محاضرتي. راح يكون عندكم هيستولوجي ايضا محاضرات تنطيكم اياها دكتوره واحده دكتوره رمزيه، وتنطيكم اياها دكتوره ست هناء. هاي راح تكون للامتحان النهائي. الامتحان هسه راح تمتحنوه السعي راح يكون بالمحاضرات اللي اخذتوها.
الامتحان راح يكون ام سي كيو، محاضرات يعني خيارات راح تختارون الإجابة الصحيحة. ما أعرف الامتحان هل بيكون أونلاين إلكتروني أم حضوري، بعد أي شيء ما واضح بالموضوع. النقطة الثانية تقسيم الدرجات بالنسبة للكورس، عفوا الامتحان السعي السنوي اللي راح تمتحنه راح يكون جزئين، عندكم جزء يعني نظري عليه 25 درجة اللي هو الامتحان اللي قلت لكم الام سي كيو، عندكم امتحان عملي 10 عليه، فالمجموع راح يكون السعي 35 درجة. إذا أعيده، النظري 25 زائدا 10 عملي راح يكون 35، ايش قد يبقى من 100؟ راح يبقى 65. فالامتحان النهائي راح يكون من 65، فإما أن يكون 15 للعملي، بهذه الحالة راح يكون ايش قد؟ 50 للنظري، أو يكون 10 ب 55، يعني 10 للعملي 55 للنظري، ف65 ويا ال 35 راح يكون المجموع 100 درجة. فأرجو منكم قراءة المحاضرات بصورة جيدة وعدم يعني الاستعجال بالإجابة، تفكرون بها وإن شاء الله تكون الأسئلة سهلة والكل يجاوب والكل ينجح، وهذا أمنا بكم. انتهت هاي المحاضرة. فاللي عندنا بالنسبة للتشات، ما أدري وحدة تحكي على الباكيتين ستيج، ننتقل بالباكيتين ستيج لأن هي الجينيتك انفورميشن يصير بيها، فنقول أنه الباكيتين ستيج يطول حوالي عدة أيام. نحن قلنا بالمرحلة اللي قبلها بالزايغوتين ستيج أنه صار بها سينابتوميمال كومبلكس واللي هي قلت لكم زيبر لايك بروتين. نلاحظ بالباكيتين ستيج بيرسيست فور سيفيرال دايز، راح تطول عدة أيام. هنا ايش راح يحدث؟ راح يحدث أنه ترابط أكثر التفافات الكروموسومات على بعضها البعض في منطقة نسميها الكروسينج أوفر أو أورجازماتا. راح يصير تصالب، يعني كأنما أذرع وحدة تلتف على الثانية، هاي نسميها الكروسينج أوفر. وأيضا بين السينابتونيمال كومبلكس أيضا راح يشد هذا الارتباط من خلال عقيدات كأنما شيء، يعني شلون أنه كأنما شلون عندك السحاب والدقم والهاي اللي ثبتة أكثر. فالريكومبينيشن نوديلز أبير ألونج ذا سينابتونيمال كومبلكس. نجي نعرف الكروسنج اوفر او نفسه هي تعريف الجايزمتا، يعني اذا جاب الامتحان كروسنج اوفر او جايزمتا هي نفس التعريف. نقول هو اكسشينج، تبادل بالجينيتك ماتيريال، هي تبادل للماده الوراثيه ما بين نان سيستر كروماتيد. يعني قلت لكم انه نلاحظ انه بهذه الصوره أنا عندي هذه، شوف انه هذا كله البنفسجي، شوفون التفافات، لأن يعني هاي مكثفة الكروموسومات في مرحلة البروفيس، هي مرحلة جزء من البروفيس، فهي الكروموسومات كويل بشكل سبرينج، لكن كلهم فرد من كلهم هوموولوجس كروموسوم يتكون من تو كروماتيد، تو سيستر كروماتيد. فشوف انه هذا الذراع متكون الازرق ولون يعني يمكن البنفسجي او الازرق الغامق وازرق الفاتح، هنا الاحمر مع الوردي هذا، فهذه بها تو سيستر كروماتيد، هاي بها تو سيستر كروماتيد. اذا هذا اسميه هومولوجس كروموسوم، هذا اسميه كله هومولوجس كروموسوم، واللي هو مثل ما قلت لكم كل كروموسوم متكون من تو كروماتيد. بيناتهم سينابتونيمال كومبلكس، هذه اللون الخضراء المتقاطعه، وهذه ريكومبينيشن نوديلز. لكن مرحله الكروسنج اوفر، هاي قلنا الكروسنج اوفر هذه تشوفون شلون تلتف التفافات كانما ذراع على ذراع، هذه نسميها الكروسنج اوفر. عفوا، خلي اقول لكم بالامتحان انت لازم اللي قدام من تدرس المحاضره تفهمها قبل ما تفهمها بالانجليزي. ما اريد ان واحد يحفظها بالانجليزي ويقول نفس الكلمات، لا، انت تفهمها. اذا اني غيرت الكلمة أنت فاهم إيش أقصد بها، ما راح أغير لك كلمة ما موجودة ولا كنت مرت عليك. عفوا،
فحتى لو لنفرض أنه كانت بشكل شرح أو شيء، فأنت تعبر بأسلوبك الخاص. درجات 25 نظري 10 العملي، المجموع يكون 35. نعم صح. عندك يقول دكتورة يعني المادة اللي نمتحن بيها بنص السنة ما نمتحن بيها بالفاينل؟ لا طبعا، نفس تمتحنون بيها.